Students, Mrs. Dalia Samir with you. Today we will begin our second lesson in Unit 1, the respiratory system. تعالوا نبدأ كده لما ناخد الـ respiratory system، تعالوا نبدأ بالـ function بتاعتها. إيه الـ function اللي مسؤول عنها الـ respiratory system؟ إحنا خدنا في lesson 1 إن الـ respiratory system carries out the process of respiration، مسؤولة عن عملية الrespiration، عملية التنفس. تعالوا نشوف يعني ايه respiration process، ايه هي بالظبط عملية التنفس، عبارة عن ايه اللي بيحصل فيها. It's a process in where the air rich in oxygen enters the lungs. عملية فيها air rich in oxygen، هواء غني بالأكسجين، يعني في أكسجين كتير. enters the lungs، بيدخل لمين؟ بيدخل للungs اللي هما الرئتين. and air rich in carbon dioxide released or comes out from the lungs، بيخرج من اللungs. هواء غني بالكربون دايكسايد، في نسبة كربون دايكسايد كبيرة، بيخرج من اللungs. يبقى عبارة عن air respiration هما two process، عمليتين بيحصلوا، هوا بيدخل وهوا بيخرج. تمام، هناخد بعد كده في بارت 2 في الجزء الثاني هناخد الانهاليشن والاكسهاليشن. هما دول الريسبيريشن بيتكون من انهاليشن بروسس واكسهاليشن بروسس، عمليه شهيق وعمليه زفير. الشهيق فيه هوا زي ما قلنا في التعريف كده، air rich in oxygen، هوا غني بالاكسجين، enters the lungs، يدخل للرئتين. and air rich in carbon dioxide comes out from the lungs، وهواء فيه carbon dioxide بيخرج من اللungs، هواء داخل وهواء خارج. طيب ايه بقى ال importance بتاع respiration process، ايه اهمية عملية respiration process؟ طبعا كلنا عارفين ان دي عملية مهمة جدا، مين فينا يقدر يكتم نفسه فترة طويلة وما يتنفسش؟ صعبة يعني، حتى اكتر الناس اللي نفسها طويل ممكن تعمل كده للوقت، لكن وقت محدد، اكتر من كده ما يقدرش يقعد. فالimportance بتاع respiration process، اول حاجة عندي gives the body the needed energy، بتدي الجسم needed energy، الطاقة اللي محتاجها. from burning the digested food، من حرق الغذاء المهضوم. to do all the body activities، عشان يقدر الجسم يعمل كل الأنشطة اللي محتاجها، بيتحرك بيروح بيجي بيعمل أي نشاط، فيبقى النشاط ده محتاج energy بياخده من الـ respiration process. طب تعالوا نفهم الحتة بتاعت الـ burning دي. احنا قلنا انه في الـ respiration انا باخد oxygen، في oxygen بيدخل للـ lungs. تمام، طيب الـ oxygen اللي بيدخل لي ده بيتوزع على كل الجسم، على كل خلايا الجسم، زي ما خدنا قبل كده ان انا لما اتنفس، لما اتغذى، الاكل والهواء اللي انا باخده، الاكسجين اللي باخده بيتوزع لكل خلايا الجسم. فالاكسجين بيعمل ايه بقى؟ الاكسجين ليه دور مهم جدا، بيعمل عملية مهمة اسمها burning، عملية احتراق. burning الايه؟ burning the digested food، في الجهاز اللي احنا خدناه قبل كده digestive system، خدنا انه الجسم بيقدر في الجهاز ده يهضم الاكل اللي هو اخده. الاكل اللي اتهضم ده digested food ده، ازاي احرر منه الطاقة، ازاي اطلع منه الطاقة اللي جواه؟ الطاقة اللي جواه بتطلع لما يتفاعل مع الاكسجين. يبقى انا عندي هنا في لينك ما بين respiratory system والdigestive system، قلنا مش كل جهاز بيشتغل لوحده، ده ده كل السيستمز بتشتغل مع بعض، works together in full harmony،
تشتغل مع بعض في تناغم كامل علشان to keep the human life goes on. تمام؟ تعالوا نشوف كده ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان الاكسجين بيتفاعل مع digested food. اسم التفاعل ده burning. في تفاعل بيحصل بين الاكسجين والdigested food. اسم التفاعل burning، عملية احتراق. تمام؟ مش حريقة، مش نار بتحصل جوه، لا، اسم التفاعل كده burning. تمام؟ ففي التفاعل ده لما يحصل burning للdigested food، ده بيحرر منه الانرجي، بيطلع لي من الاكل اللي انا اكلته ده اللي اتهضم، بيطلع لي منه الطاقة اللي انا بحتاجها عشان اعمل كل النشاط اللي انا عايز اعمله. تمام؟ يبقى الاكل والتنفس الاثنين مع بعض هما اللي بيدوا الجسم الانرجي. تمام؟ هما اللي بيدوا الجسم الانرجي by burning the digested food with oxygen. يبقى الاكل المهضوم ده بيتحرق بايه؟ عن طريق الاكسجين، عن طريق الاكسجين اللي انا باخده في الريسبيراتوري سيستم. طيب ده نمبر 1 في الامبورتنس. نمبر 2، تيك اكسجين جاس. بناخد من الاهميه ان احنا بناخد الاكسجين جاس اللي احنا محتاجينه، and get rid of harmful products، ونتخلص من الهارمفول برودكتس، من المنتجات الضاره زي الكربون دايوكسيد والووتر فيبر. كربون دايوكسيد ووتر فيبر. طيب الاورجانز بتاعه الريسبيراتوري سيستم موجوده فين؟ مهمه قوي دي. exist in the thoracic cavity، موجود في التجويف الصدري، في thoracic cavity، او بنقول عليه chest cavity. chest cavity عكس الدايجستيف سيستم كان موجود في الابدومينال كافيتي، كان موجود في تجويف البطني، لكن الاورجانز بتاعه الريسبيراتوري سيستم موجوده في thoracic cavity. The structure of respiratory system. The structure of respiratory system. تركيب الجهاز التنفسي. كل جهاز بناخده طبعا مهم جدا جدا الرسمة بتاعته. بيجيلنا عليها أسئلة. مهم كمان لو نقدر نجرب نرسمها بأيدينا، دي طبعا بتبقى حاجة تخلينا نقدر نحفظ كويس الأجزاء والأورجانز بتاعتنا كويس جدا. تعالوا نشوف كده respiratory system بيتكون من إيه. من الرسمة كده أول حاجة عندي هي النوز. Nose. او اللي مكتوب عليه في الرسمه nasal cavity. تمام؟ التجويف الانفي اللي شايفين كده من اول ما باين كده من عند الفتحه بتاعه النوز اللي من فوق دي. تمام؟ بعدها على طول بيجي ايه؟ بيجي الكومن كافيتي اللي احنا خدناه قبل كده في الدايجستيف اللي هو الفارينكس. فارينكس. تمام؟ البلعوم الفارينكس ده هو الكومن كافيتي بين الدايجستيف والريسبيراتوري سيستم. لو واخدين بالكم كده في الرسمة انه الناسل كافيتي فاتح على الفارينكس، وكمان التجويف بتاع الماوس شايفين كده الماوس كافيتي كمان فاتح برضو على الفارينكس هو هو. تمام؟ فهما الاثنين فاتحين على نفس المكان اللي هو الفارينكس، والفارينكس كمان فاتح على ايه؟ مكانين مختلفين. عندي الإيسوفيجس اللي في الدايجستيف سيستم من ورا كده، مش باين هنا دلوقتي عشان احنا مركزين دلوقتي على الريسبيراتوري، ومن قدام مبين لي التريكيا. تمام؟ اهي نمبر 3 تريكيا، القصبة الهوائية بتاعتنا. تمام؟ نمبر 3 شايفين اللي فيها الحلقات دي، اللي فيها منظر الحلقات دي، هي دي التريكيا. طيب عندي تركيب مهم رغم انه مش هديله رقم دلوقتي، لكن هو تفريعة من التريكيا. تريكيا برانشز متفرعة into two bronchi. two bronchi شايفين في نهاية التريكيا متفرعة الفرعين، فرع هيدخل للليفت لانج وفرع هيدخل للرايت لانج. تمام؟ الفرعين دول اسمهم برانكاي. برانكاي كل فرع منهم برانكس. برانكس. طيب البرانكاي لما تدخل لللانج، لما تدخل للرئة، بتتفرع تاني جوه، بتتفرع تاني لفروع اصغر زي ما باين كده جوه الرسمة. شايفين فروع الأصغر اللي جوه اللنج، جوه الرئة، في واحدة كده الناحية اليمين بالنسبة لنا مفتوحة، واضح انها مفتوحة كده وبين من جواها التركيب. فعندي البرانكيولز. برانكيولز. تمام؟ التفريعة الأكتر من البرانكاي هي البرانكيولز. وعندي حاجة مهمة مش واضحة في الرسمة دي، هتبان في رسمة تانية بعد شوية،
البرونكيولز في نهاية كل برونكيول في ايه؟ في عندي الالفيولاي، في عندي كيس صغير في نهاية كل برونكيولز، تركيب صغير كده اسمه الالفيولاي. الالفيولاي تمام. طيب البرونكيولز والبرونكاي دي كانت داخلة جوه ايه؟ داخلة جوه اللونجز، داخلة جوه اللونجز الرئة. تمام، واضحة برضو في الرسمة، عندي right و left lung. طيب number five، عندي بقى اللي بين تحت ده تركيب مهم جدا جدا، لازم ابقى عارفه كويس قوي. شايفين الخط المزدوج ده اللي من تحت اللي بيفصل الثوراسيك كافيتي عن الابدومينال كافيتي جوه الجسم، بيفصل الجزء التجويف الصدري عن التجويف البطني الابدومينال كافيتي. الخطين اللي في النص دول اللي قافلين تحت اللانجس على طول دول اسمهم ايه؟ ده ماسل، دي عضلة اسمها ديافرام. ماسل عبارة عن عضلة مشدودة اسمها الديافرام. ديافرام The respiratory system consists of a، بيتكون من ايه بقى؟ بتركيز كده ناخد جزء جزء. اول حاجة number one نوز. تمام، ومهم قوي عندي في النوز اعرف عنها حاجة مهمة جدا اللي دايما بنتسأل فيها، ان النوز دي عبارة عن كافيتي تجويف. النوز دي عبارة عن كافيتي، لكن التجويف ده مهم قوي اعرف هو lined with ايه. lined with يعني متبطن بايه؟ في البطانة بتاعت الكافيتي دي التجويف ده متبطن من جوه بايه؟ تمام، الجدران بتاعت النوز من جوه متبطنة بحاجتين مهمين جدا وليهم فانكشن مهمة جدا جدا. نمبر 1 متبطنة بايه؟ lined with mucus layer and hair. mucus layer and hair، كلمة mucus layer اللي هي الطبقة المخاطية، الطبقة اللزجة المخاطية اللي موجودة جوه النوز، وكمان معاها hair، في بعض الشعيرات كده الصغيرة اللي موجودة جوه النوز. طيب ايه فايدتهم او ايه الفانكشن بتاعت الميوكس لاير والهير اللي موجودين جوه النوز؟ الميوكس لاير اند هير يوزد تو ايه، بيستخدموا في ايه او يعني اهميتهم؟ تو فلتر ذا اير فروم داست اند مايكروبس. تو فلتر ذا اير فروم داست اند مايكروبس بيفور انترينج ذا لانجز. بيفور انترينج ذا لانجز يبقى بتعمل فلتر، شغلتهم فلتر، بينقوا الهواء من الدست من الأتربة ومن المايكروبس، من المايكروبس المختلفة تمام اللي حوالينا في الهواء، لأن طبعا الهواء من حوالينا فيه مليونز من المايكروبس موجودة فيه. تمام، فالميوكوس لير والهير بتحمينا وبتفلتر الهواء، بتنقيه من الأتربة والمايكروبس before entering the lungs، قبل ما يدخل الهواء لللانجز للرئتين بتاعتنا، لان ده مكان حساس جدا جدا في الجسم. تمام، مش ممكن يدخلوا، يعني لو دخلوا حاجه صعبه زي كده بيبقى الموضوع صعب. تمام، يبقى mucus layer and hair to filter air from dust and microbes before entering the lungs. number 2 كمان النوز lined with blood capillaries. blood capillaries يعني ايه blood capillaries؟ شعيرات دموية. شعيرات دموية، الشعيرات الدموية دي نوع من أنواع blood vessels، نوع من أنواع الأوعية الدموية، بس تبقى صغيرة جدا دقيقة، موجودة في الأورجنز الصغيرة اللي في الجسم. تمام، وبتحوط كل الأماكن في الجسم. فالblood capillaries موجودة برضو في البطانة بتاعة النوز to warm air، to warm the air، عشان تدفي الهواء. الناس اللي عايشة في أماكن ساقعة جدا تمام زي الاسكيمو مثلا، اوكي، الناس اللي عايشة في اماكن ساقعة جدا زي كده صعب قوي لو الهواء دخل بنفس درجة حرارته القليلة قوي دي لجوه الجسم، ده يعمل صدمة للجسم، يعمل صدمة للرئتين، فلازم يحصل له نوع من التدفئة قبل ما يدخل للتو لانجز بتاعتنا. فالتدفئة دي بتيجي منين؟ من البلد. البلد بيبقى بنفس درجة حرارة الجسم، فبيحاول يعمل نوع من عمليات التدفئة للهواء قبل ما يدخل لللانجز. يبقى مهم قوي احفظ الكلام ده
النوز lined with ايه؟ number one mucus layer and hair, number two blood capillaries. وكل واحدة الفانكشن بتاعتها مهمة جدا. mucus layer and hair to filter air from dust and microbes, و blood capillaries to warm air. والاثنين طبعا قبل ما يدخلوا لللانجز, before entering the lungs. تمام؟ فطبعا كده يبقى التنفس يا ولاد كده من خلال النوز حاجة مهمة جدا. يبقى to respire from nose it's very preferable. ده ايه؟ دي حاجة مفضلة جدا. ليه مفضل جدا ان نتنفس من النوز؟ يمس هو احنا ممكن نتنفس من حاجة تانية؟ في ناس ساعات يبقى تعبان شوية ولا مسكوم فيستسهل ان هو يتنفس من فين؟ من الماوس. احنا قلنا الماوس والنوز الاثنين فاتحين على نفس الاجزاء, بعد كده فاتحين على الفارينكس. تمام؟ فممكن قوي ادخل الهواء من الماوس بدل النوز, بسيطة سهلة. بس لا, لو دخل من الماوس الهواء مش هيحصل له فلتريشن, مش هيحصل له تنقية, وكمان مش هيحصل له وارمينج, مش هيحصل له تدفئة قبل ما يدخل اللانجز. يبقى داخل بكل اللي فيه وبالبرودة بتاعته داخل اللانجز على طول. فدي حاجة طبعا ايه, very dangerous, حاجة خطيرة جدا. طيب نمبر 2, تاني organ بعد النوز قلنا الفارينكس, مش جديد, خدناه قبل كده في الدايجستيف. common cavity leads to the esophagus and the trachea. its function, ايه الفانكشن بتاعته؟ allows air. هنا بقى بالنسبة لنا في الريسبيراتوري بيسمح للهواء, allows air to pass from nose to the larynx. بيسمح للاير انه يعدي من النوز للارينx اللي هو اول جزء فين؟ في التراكي. تمام؟ larynx او ممكن نقول تراكي. بعد الفارينكس على طول عندي في الريسبيراتوري سيستم عندي بقى التراكيا. تمام؟ تراكيا اللي هي القصبة الهوائية زي ما باينه كده في الصورة. تكون من ايه بقى التراكيا؟ عبارة عن ايه؟ trachea is a tube أنبوبة supported with incomplete cartilaginous rings. تمام؟ يبقى التيوب دي supported with ايه؟ مدعمة بايه؟ مدعمة ب incomplete cartilaginous rings. cartilaginous rings اللي هي الحلقات الغضروفية, حلقات غضروفية يعني هي فيها الغضاريف دي حاجة شبه البونز لكن مش بونز, مش عظام, لا غضروف. عاملة زي ايه؟ زي الجزء اللي من قدام في النوز بنقدر نحركه يمين وشمال لانه في من جوه طبعا حاجة محددة للشكل وكل حاجة وقوية لكن في نفس الوقت مرنة. الغضروف المرن ده هو نفسه الموجود في الاير كمان في الودان. لو مسكت كده ودانك الجزء اللي باين من بره ده تمام, برضو لو حركته هيتحرك معاك. هو محدد وليه شكل واضح تمام, وبرضو يعني قوي لكن في نفس الوقت مرن ممكن يتحرك. فالتريكيا فيها الكارتلاجينس رينجز دي حلقات غضروفية وكمان بنقول عليها ايه؟ incomplete. يعني incomplete يعني الحلقة مش كاملة, مش مقفولة, مش حلقة كاملة مقفولة, لا دي حلقات مفتوحة. تمام؟ incomplete cartilaginous rings, حلقات مش كاملة, مش مكملة للآخر, مش قافلة الحلقة. تمام؟ مفتوحة. طب ليه؟ وظيفتها ايه؟ بتعمل ايه دي؟ that make it permanently open, يعني بيخليها دايما permanently زي always. تمام؟ open all the time, open all the time, بيخليها دايما مفتوحة, يعني عندها سماح انها تكون بتتحرك, بتوسع شوية. طيب التراكيا lined with ايه؟ في حاجة متبطنة بيها التراكيا؟ هي lined with cilia. lined with cilia متبطنة بحاجة اسمها cilia, دي عبارة عن زوائد كده او بنقول عليها اهداب بتبقى موجودة في البطانة الداخلية بتاعت التراكيا. مسؤوليتها ايه؟ eject up the strange objects. يبقى الفانكشن بتاعت السيليا eject up the strange objects, اي جسم غريب. strange objects يعني اجسام غريبة. الجسم الحاجة الوحيدة الطبيعية في التراكيا ان يدخل air, ان يدخل هواء, ده الطبيعي, ده مش strange, ده مش غريب. لكن اي حاجة تانية غير كده تبقى حاجة غريبة. يعني لو انا باكل مثلا واثناء الاكل
التركيا ما كانتش مقفولة كويس، فصدفت كده في مرة مثلا باكل بسرعة ولا أي حركة، الجسم فيه حركات لا إرادية بتحصل، فممكن وأنا باكل سريع مثلا أو ما خدتش بالي دخلت حاجة صغيرة كده في التركيا. إيه اللي يحصل؟ دخلت حاجة من الأكل يعني. ده بالنسبة للتركيا، ده strange object، ده جسم غريب، فعلى طول تلاقي نفسك بتكح. الكحة دي عبارة عن إيه؟ الكحة دي السلية بتحاول تطرد ال strange object ده، تطرده، فبتكح علشان تحاول إنك تساعد الأمر شوية إن هو إيه؟ تلاقي نفسك طلعت بقى حاجة من بقك، في حاجة طلعت لك كده، جت منين دي؟ دي يبقى في حاجة دخلت غلط وأنا باكل، دخلت في التريكيا، فبدأت السلية تقوم بدورها إنها تعمل إيه؟ Eject up the strange object. Eject up the strange object. طيب at the top of trachea في إيه؟ تعالوا نشوف تركيب التراكيه بقى بالتفصيل شوية. At the top of trachea عندي larynx، عندي أول حاجة larynx اللي هو voice box، نقول عليه بالعربي الحنجرة، larynx أو voice box، وعندي كمان الإبيجلوتس، الإبيجلوتس اللي هو لسان المزمار، مش مهم اسمه قوي بالعربي. إبيجلوتس بيعمل إيه مسؤوليته؟ الإبيجلوتس closes the trachea during swallowing، بيقفل التراكيا أثناء البلع. closes trachea during swallowing يعني وأنا ببلع أكل، وإحنا بناكل إحنا عايزين نبقى في أمان، فالإبيجلوتس بيعمل نوع من أنواع الأمام، خط من خطوط الدفاع اللي في الجسم، إنه بيقفل التراكيا، بيقفل التراكيا علشان ما يدخلش فيها أي نوع من الأكل أثناء ما أنا ببلع. تمام؟ يبقى it prevents food from entering the trachea. It prevents food from entering the trachea. يمنع الأكل من إنه يدخل التراكيا. إزاي؟ بإنه بيقفلها. مهم قوي دور الإبيجلوتس ده. طيب at the bottom of the trachea، في نهاية التراكيا من الأسفل بقى، احنا خدنا at the top. at the top عندي حاجتين، larynx الحنجرة مش عايز أعرف عنها حاجة يعني، مش علينا السنة دي شغل فيها، بس أعرف اسمها larynx أو voice box هي وكمان الإبيجلوتس. طب at the bottom بقى في الأسفل، في نهاية التراكيا at the bottom of trachea من الأسفل، it branches، branches بتتفرع into two narrow tubes، لتو نارو تيوبس لأنبوبتين ضيقين، أنبوبتين ضيقين أضيق شوية من التراكيا الكبيرة، تفريعة بقى صغيرة، اسمها إيه؟ اسمها برانكاي، برانكاي called برانكاي enter the lung. يبقى برانكاي، تو برانكاي في نهاية التراكيا، كل واحدة منهم each bronchus enter the lung، each bronchus كل واحدة منهم، الواحدة بس اسمها برانكس، واحدة بس اسمها برانكس. تمام؟ enter the lung. طيب دخلنا جوه اللانكس بقى، ادي شكل اللانكس واضح بالنسبة لنا هنا في الرسمة. تمام؟ تعالوا نشوف كده، احنا قلنا انه في نهاية التراكيا it branches into two bronchi each bronchus enters to the lung. تمام؟ كل برانكس عندي فيهم بيدخل لرئة من الرئتين، تمام؟ واحدة للرايت لانج، واحدة للليفت لانج. تمام؟ طيب البرانكس بقى لما يدخل للانج ديفايدد تاني، بتتقسم تاني، تتفرع تاني، بصوا عاملين زي الشجرة، زي فروع الشجرة بالظبط. يبقى التراكيا عملت branches into two bronchi each bronchus، كل واحد منهم branches تاني أو divided into bronchioles، يبقى التفريع الأكتر اللي جوه اللانج انه البرانكس بيتفرع تاني لحاجة اصغر اسمها البرانكيولز. تمام؟ في نهاية البرانكيولز، في النهاية بتاعت البرانكيولز انا عندي تركيب مهم جدا اسمه الالفيولاي، اسمه الالفيولاي. تمام؟ الالفيولاي بنسميه اير ساكس، اير ساكس اكياس هوائية. يبقى في نهاية كل برانكيول في كيس هوائي صغير، كيس صغير، الكيس ده هو اللي بيوصل له الهواء، ليه دور مهم جدا هناخده. يبقى the ending part of bronchioles، the ending part of the bronchioles، نهاية البرونكيولز انا عندي الالفيولاي.
طيب والالفيولاي دي surrounded by a lot of blood capillaries. حوالين الالفيولاي في شبكة محوطاها من البلاد كابيلرز، شبكة من البلاد كابيلرز، شبكة من الشعيرات الدموية بتحوط الالفيولاي اللي هو الكيس الهوائي اللي احنا قلنا عليه. In where gas exchange occurs، يبقى بيحصل الجاس اكتشينج جوه الالفيولاي. الجاس اكتشينج اللي هو تبادل الغازات، مش احنا قلنا بنتنفس بناخد اكسجين وبنطلع في الاكسهاليشن اير بنطلع الكربون دايوكسيد جاس. فالتنفس ده انا باخد جاس وبطلع جاس تاني مختلف، يبقى حصل جاس اكتشينج، تغيير في نوع الجاس. الجاس اكتشينج ده حصل فين؟ بيحصل جوه الالفيولاي. مهم قوي يبقى عارف انه الجاس اكتشينج بيحصل جوه الالفيولاي. تمام، الطريقه ازاي هنعرفها بعد كده في الفيديو التاني، هناخد بالتفصيل كده سنه الجاس اكتشينج بيحصل ازاي. تمام، طيب اللانجز عامه كلها، اللانجز الرئتين surrounded by ribs. surrounded by ribs، ايه الريبس دي؟ دي الضلوع. تمام، الريبس دي عبارة عن بونز، عظام على شكل ريبس، ضلوع بتحاوط اللانجز to protect them. دايما يا جماعة كده اي جزء مهم في الجسم ممكن يكون طبيعته رخوة شوية، يعني رخوة يعني طري مش مفهوش حاجة تحميه، فبيبقى محتاج جزء من الجهاز العظمي. بقى قلنا كل الاجهزه بتشتغل مع بعض، جزء من الجهاز العظمي اللي عندي السكلتل عندي بيبقى فيه جزء منه بيحمي الاجزاء دي، زي مثلا البرين، المخ. البرين ده كل مراكز الاحساس كلها ومراكز كل المراكز بتاعه شغل الجسم كله موجوده في البرين. تمام، فده حاجه مهمه جدا، ده اورجان مهم جدا، فبيحمي مثلا السكال، بيحمي سكال الجمجمة، ده جزء من الجهاز العظمي بيحمي البرين. فنفس الكلام انا عندي لانجز، برضو الرئتين دي حاجة مهمة جدا، ده التنفس، ده حياة الانسان في التنفس. تمام، فايه اللي بيحمي اللانجز؟ بيحمي الريبس اللي هي الضلوع اللي موجودة في القفص الصدري بتاعنا. تمام، الريب كيج بتاعنا، القفص الصدري. تمام، ده بيحمي اللانجز to protect them. طيب الدايفرام في نهاية اللانجز كده بعد اللانجز على طول تحتها هلاقي فيه ماسل. دايفرام ده عبارة عن ماسل، عضلة. تمام، عضلة من الجهاز العضلي اهو. تمام، عضلة that separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. يبقى وظيفة الدايفرام separates، بتفصل بين الثوراسيك كافيتي والابدومينال كافيتي، بين التجويف الصدري والتجويف البطني. يبقى الجسم متقسم لتجويفين، الثوراسيك والابدومينال كافيتي، بيفصل بينهم عضله مشدوده اسمها الدايفرام، دايفرام ماسل. كمان مهم قوي اعرف ان الدايفرام ليها important role، has an important role in the respiration process، has an important role، ليها دور مهم جدا في respiration process، في عملية التنفس. تعالوا نعمل كده تمرين بسيط، activity بسيط كده هنفهم منه حاجة مهمة جدا. تعالوا نشوف كده، نراقب نفسنا، نشوف التنفس بتاعنا، respiration بتاعنا. تمام، أثناء activities مختلفة، أثناء حاجات مختلفة بنعملها، يعني وأنا قاعد عادي. تمام، during sitting. تمام، أو أنا قاعد كده بهدوء خالص وأشوف التنفس بتاعي شكله إيه، تنفس بطيء ولا سريع. تمام، تعالوا نراقب نفسنا كمان وإحنا نايمين، يعني وإنت مريح برضو نفس الفكرة، يعني وإنت قاعد أو إنت يعني في الحالتين إنت مستريح، فوإنت قاعد كده يعني في ريلاكسيشن جدا، تعال شوف نفسك كده التنفس شكله إيه. طيب لا، نعمل بقى شوية حركة، نقف نمشي شوية، وانت بتمشي ماشي برضو هادي مش سريع، شوف التنفس شكله ايه. مرة تانية بقى راقب نفسك. تمام، وانت بتجري running، او وانت بتعمل اي activity في شغل في مجهود،
بطلع على السلم تمام، بالذات بقى لو شايل حاجه لا بلاقي التنفس بيختلف، الريسبيريشن تايم بيختلف. ف decreases during sitting يبقى respiration time عدد مرات التنفس، decreases بيقل during sitting بيقل أثناء القعدة، أنا قاعد أنا مريح أنا مش بعمل مجهود، فيبقى ال respiration times قليل decreases. increases إمتى بقى؟ يبدأ يزيد شوية إمتى؟ يزيد شوية during walking، increases during walking يزيد شوية أثناء المشي، بدأت أعمل مجهود. طب لو عملت مجهود أكبر هيزيد أكتر، يبقى more increasing during running، more increasing during running هيزيد أكتر لو كنت بجري أو بعمل أي نشاط في مجهود أكبر، بعمل exercise بعمل تمارين، قاعد كده في البيت وبعمل تمارين hop 1 2 3 وقاعد أعمل تمارين، ففي التمارين دي أبدأ ألاقي النفس بيزيد أكتر تمام. The more active your body is the more your respiration times increases. دي جملة مهمة جدا تمام، ده الاستنتاج بتاعي الconclusion بتاعي من التمرين البسيط اللي احنا عملناه، انه the more active your body كل ما جسمك يكون more active بيعمل نشاط اكبر تمام، the more your respiration times increases برضو ال respiration times increases هيزيد، ده بيزود عدد مرات التنفس اللي انت تتنفسه تمام. مين شاطر بقى يقول لي؟ احنا قلناها قبل كده، احنا قلنا الريسبيريشن بيعمل ايه بيديني ايه. ها very good، الريسبيريشن بيديني انرجي، الريسبيريشن بيديني انرجي by burning the digested food، بهضم سوري بحرق الهضم حرق الطعام المهضوم خلاص. فيبقى لما بحرق الطعام اللي انا اكلته burning the digested food ده بيديني more energy، يبقى طبيعي كل ما احتاج اعمل نشاط اكبر انا محتاج energy اكبر، فعشان كده بتنفس اكتر تمام، لان احنا قلنا respiration بيديني energy يبقى بتنفس اكتر عشان ياخد الانرجي ده تمام. very good. طيب the importance of two lungs، ايه اهمية two lungs عامة؟ خلاص احنا كنا في اللانجز وخدنا بس فكرة الريسبيريشن دي، فايه اهمية اللانجز عامة؟ they have air sacs، they have air sacs اللي هي ايه الاير sacs اللي قلناها؟ الالفيولاي، الالفيولاي تمام. اهمية اللانجز ان فيها الالفيولاي، الالفيولاي that make gas exchange، gas exchange يبقى اهمية التو لانجز في الاير sacs اللي جواها، في الالفيولاي اللي جواها انه بيعمل gas exchange تبادل الغازات تمام، اللي فيه عمليه اللي في عمليه التنفس بيحصل جوه two lungs في الاير sacs. كده نبقى خلصنا الجزء الاولاني من الدرس اللي خدنا فيه the structure of respiratory system، وخدنا كمان the respiration process. طيب تعالوا نشوف كده شويه اسئله بس نجمع بيها حاجات في الدرس. Write the scientific term، اكتب المصطلح العلمي، كتب لي definition وانا هكتب له definition ده بتاع ايه. Number one، it's a muscle that separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. ده تعريف ايه؟ muscle بيفصل separates the thoracic cavity عن the abdominal cavity. Very good. Diaphragm، diaphragm. طيب number two، it's a tube supported with cartilaginous rings، tube supported with cartilaginous rings. مين التube اللي احنا خدناها supported with cartilaginous rings فيها حلقات غضروفية؟ very good، trachea، trachea. number three، the ending part of the bronchioles surrounded by a lot of blood capillaries، the ending part of the bronchioles آخر جزء في نهاية البرونكيولز، وفي نفس الوقت surrounded by متحاوط ب a lot of blood capillaries بشعيرات دموية. ده مين التركيب ده؟ تركيب مهم جدا اللي هو الالفيولاي، الالفيولاي اللي بيحصل فيها الجاس اكشينج. very good.
طيب give reason. سؤال give reason ده مهم قوي. Number one, breathing through nose. Breathing through nose, التنفس من خلال النوز, is preferable to that through mouth. Breathing through nose, preferable to that through mouth. ليه مفضل ان اتنفس من النوز اكتر من الماوس؟ لازم اقول له الحاجات اللي النوز متبطنة بيها وعشان كده مهمة تنفس من النوز. يبقى هقول له because it's lined with لانها متبطنة بايه؟ number one, mucus layer and hair to filter air from dust and microbes. number two, blood capillaries to warm air. لازم اقولهم له كده بتفصيل وبترتيب كده واضحين. يبقى lined with mucus layer and hair to filter air from dust and microbes. number two, blood capillaries to warm the air. طبعا before entering the lungs. type number two, epiglottis takes place at the top of trachea. ليه الإبيغلوتس موجود takes place at the top of the trachea, موجود في بداية أو في أعلى التراكيا من فوق؟ أقول الفانكشن بتاعته, because it closes the trachea during swallowing, لأنه بيقفل التراكيا أثناء البلع, to prevent food from entering the trachea, to prevent food عشان يمنع الأكل from entering the trachea. تمام؟ طبعا دي مش كل الأسئلة اللي ممكن تيجي, لكن حاجات من المهمة اللي بتيجي واردة كتير في الامتحانات في الجزء ده, ونحل أسئلة كتير زي ما بقولكوا دايما. and good luck, enjoy science.